بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس إن شاء الله راح نشوف كيف نقرأ قيم ونضعها في المصفوفة في الأري، وكيف أننا نطبع قيم الأري. طيب، الخطوة الأولى أو المثال الأول هنا عندنا على قراءة أو على أننا كيف نكتب نقرأ قيم من المستخدم ونضعها في الأري. طبعا أول شيء في السطر الأول هنا عندنا في السطر الأول هذا عرف لنا الأري من نوع دبل فيها خمس عناصر. خلونا نرسم الأري هذه بشكل سريع. هذا الريفرنس حق الأري هنا نسميه my list، زين. والريفرنس هذا يأشر لنا على أري فيها خمس عناصر. فهذه هي الأري، هذا العنصر 0، هذا 1، هذا 2، هذا 3، وهذا 4، هذه خمس عناصر. فهنا ممكن نحطها 0، هذه 1، وهذه 2، وهذه 3، وهذه 4. هذا الاندكس حق العنصر. بعد كذا هنا عرف لنا السطر الثاني، عرف لنا سكانر. ثم السطر الثالث قالنا طبع العبارة enter، ثم بعد كذا طول الأري values. طبعا العبارة هذه راح تطبع لنا شيء زي كذا، تقول enter شو اسمه 5، اللي هو حجم الأري 5 values. اللينكث هنا زي ما قلنا قبل انه هذا هو حجم الأري، فانتر 5 values. وبعد كذا نقطتين. ثم الآن راح يروح في لوب، زين، ويقرأ يقرأ القيم حقت الأري قيمة قيمة. كيف يسوي الشيء هذا؟ خلينا نشوف اللوب بشكل سريع. أول شيء راح يبدأ بآي بصفر، زين. فإذا ممكن نضع عندنا هنا آي بصفر، نقول هذه الآي لها قيمة، فقيمتها الحالية صفر، هذا العداد، زين. طبعا العبارة هذه زي ما قلنا دائما في فور لوب تنفذ مرة واحدة فقط، بعد كذا ننساها خلاص. حطينا الآي بصفر ما عاد ننفذها مرة ثانية. هذه أول عبارة تنفذ مرة واحدة في اللوب كاملة. الآن راح ندور في اللوب، ما دام الآي أقل من طول الأري فإننا راح نقرأ قيمة ونضعها في الأري. إذن ما دام الآي أقل من طول الأري، يعني ما دامنا ما وصلنا رقم 5، طول الأري 5، زين، فممكن أكتب هنا أكتب لك هنا 5، والخمسة هنا خلينا نحط مثلا حاجة زي كذا، يعني بمعنى أنه خلاص هذا فاضي، هذا ما في شيء هنا، زين. فإذا طالما أنا ما وصلنا 5 هنا لنهاية الأري، مضبوط، فإننا راح نستمر، راح نقرأ عناصر الأري عنصر عنصر. طيب خلينا نشوف كيف نبدأ. أول شيء نبدأ بالآي بصفر، زين. هل الآي أصغر من طول الأري؟ لا طبعا الصفر. فإذا نجي هنا my list of i gets next input next input the next double. طبعا input scanner هنا فيقرأ next double، فممكن أنا أعطيه قيمة، مثلا أقول له هنا مثلا القيمة اللي راح أعطيك إياها هي 3.5، زين، هذه input من المستخدم. فراح يجي مباشرة يأخذ القيمة هذه زي ما هو موجود من هنا، وراح يشوف الindex هنا اللي عنده الآي. الindex هو صفر، زين، هذا الآي صفر، فالindex هو صفر. فيروح my list of 0، زين، يروح my list of 0، أول عنصر في الأري. وين أول عنصر في الأري؟ هذا هو my list، هذه الأري، زين، وأول عنصر 0، مضبوط. فإذا رأي راح يروح هنا ويضع لنا القيمة 3.5، ثم بعد كذا يرجع مرة ثانية يروح ينفذ لي هذه. زي ما قلنا الزيادة دائما تنفذ بعد ما ننتهي من البادي حق اللوب. نزيد الآي بواحد، فراح تكون عندنا الآي بواحد هنا. فنجي هنا نضع رقم واحد، ثم بعد كذا نرجع مرة ثانية نشيك هل الآي أصغر من الطول؟ لا، الطول طبعا 5. فمرة ثانية نطبق نفس العملية هنا، القراءة my list of i، الآي هنا راح تكون واحد، زين. خلينا نسويها مرة ثانية واحدة. فهنا راح نقرأ طبعا العنصر اللي راح نقرأه، ممكن أنا أعطيه عنصر 2.0، الفاليو ممكن أعطيه 2.0، فأقرأ الفاليو 2.0 وأحطها في my list of 1، زين، my list of 1، my list of 1 اللي هي هنا، فنضع هنا 2.0، زين. لاحظ أن الاندكس زي ما تقول كأنه السهم اللي يحدد لنا أي عنصر نقرأه في الأري، زين. لو كنت أنت تتبع البرنامج بشكل هذا فدائما زي ما قلت لك
دائما ضع سهم حتى تعرف وين المكان اللي فيه. احنا خلصنا من هذا، الان خلصنا من هذا، حطينا في قيمة، الان نزيد الاي بواحد فتطلع لنا الاي باثنين. ثم هل الاثنين اصغر من اللينكث حق الاري؟ هل قيمة الاي هنا عندنا باثنين هل هي اصغر من اللينكث حق الاري هنا؟ طبعا القيمة اصغر لان اللينكث هنا خمسة. ممكن تضع هنا، ممكن تضع هنا خمسة بس عشان ما تنسى، زين، ان الاري هذه الطول حقها خمسة عشان دائما اذا جيت تقارن ما تنسى. فاصغر من الخمسة، فاذا امشي هنا عندنا ابدأ اقر القيمة التالية. القيمة التالية مثلا تكون نفرض انها مثلا جاك واحد ونص، زين، فاذا راح يروح للعنصر الاري اللي الاي هنا الاي باثنين، طبعا كمية واضحة مرة، هذه الاي باثنين يروح هنا الماي ليست باثنين. وين ماي ليست؟ هذه ماي ليست. وين اثنين؟ هذا اثنين. خلينا نضع عنده سهم هنا حتى ما ننسى، زين. فاذا احنا الحين في العنصر هذا راح نضع فيه القيمة واحد ونص، فنقول واحد ونص، وهكذا تستمر العملية. طيب، إذن هذه هي العملية قراءة القيم ووضعها في الأري، كيف نقرأ قيم ونضعها في الأري. لاحظوا أننا استخدمنا لوب وبكل بساطة قرينا الأري كاملة. أنا عبيت طبعا القيم كاملة هنا، نفرض أن هذه القيم مدخلة. الآن الخطوة اللي بعدها هي خلينا نشوف كيف أننا نقرأ كيف أننا نقرأ قيم الأري. زين، هنا عملية نطبع. الخطوة اللي بعدها هي نطبع. زين، إذا العملية الأولى هي قراءة كيف نقرأ قيم في الأري، العملية الثانية كيف نطبع قيم الأري. لاحظ أنه نفس الشيء، نفس الفكرة بالضبط. يعني خلي أعطيك الفكرة العامة بشكل عام، زين، أنه دائما إذا بغيت تسوي processing للأري، زين، تبغى تتعامل مع الأري، فإنك راح تضع لوب. يعني أول شيء، طبعا أول شيء نفرض أنه في أري موجودة، يعني سويت الديكلاريشن وسويت على الأقل سويت الجزء هذا، زين، هذا الجزء، هذا جزء مهم جدا. سويت الأري، الأري الآن محجوزة في الذاكرة، موجودة كل شيء، ما فيها قيم، مضبوط. دائما تجي بتعبي الأري قيم، تبدأ تمشي على عناصر الأري، عنصر عنصر، هذا العنصر الأول، هذا العنصر الثاني، العنصر الثالث، العنصر الرابع، العنصر الخامس، زين. دائما تبدا من الصفر، دائما تستخدم اسم الاري وبعد كذا قواس والاندكس، ثم بعد كذا اما انك تقرا، اما انك تكتب فيه، فيكون على اليسار، زي ما انه زي ما تقول اكس جيتس 10 مثلا في فيريبل، فانك انت تقول هنا ماي ليست، ماي ليست، زين، اوف اي جيتس 10 مثلا، مضبوط. فانت تسند له الان قيمه. فاذا دائما كذا في الاري يكون عندنا لوب، واللوب تدور على الأري، مو دائما 100%، بس يعني في كثير من الحالات كذا طريقة التعامل مع الأري، يكون في لوب واللوب تمشي على الأري حبة حبة، عنصر عنصر، وتعبي لي عناصر الأري، يا اما ان تحط فيها قيم او انها تاخذ منها قيم، اما ان ندخل قيم للأري او اننا نقرا قيم من الأري. فهنا لما نجي نقرا القيم في الأري عبارة عن لوب، زي شبيهة جدا باللوب هذه من الاي بزيرو حتى اللينك حق الأري، زين، بس بدلا من انك تقرا نكست دبل وتحطها في الاري، هنا لا، راح اطبع القيمه، زين. فاذا خلينا نشوف هنا، نقول الاي بزيرو زي ما قلنا، شو اسمه، زي ما قلنا قبل، انك قفل خلاص، حط القيمه صفر في الاي وقفل هذه على اساس خلاص ما عاد تنفذها مره ثانيه، ما عاد تنفذ مره ثانيه. بعد كذا نبدا نشيك نقارن، زين، ثم ننفذ البادي حق اللوب، ثم نروح هنا ننفذ زيادة أو الناقص أو أي شيء، مضبوط. طيب، فإذا هنا راح أطبع عناصر اللوب my list i، أول شيء الi بصفر، فهنا نقول راح أطبع my list of zero، زين، وين my list of zero؟ اللي هو العنصر هذا، فراح يطبع لي 3.5 هنا، 3.5، زين، اللي هو العنصر الأول، وهكذا يستمر في الدوران والطباعة. أنا أرجو منك انك انك بعد ما تنتهي من الفيديو هذا حاول انك تروح تقرا، او عفوا طبق المثالين هذولي، مثال القراءه والكتابه، شو اسمه، تنفذهم في جيليت او في اكليبس، شوف كيف يشتغلون، تاكد انك فاهمهم زين. دائما يعني بشكل عام اذا جيت تنفذ الامثله حاول انك تسكر الفيديو، زين، حاول انك تكتب على ورق وش مطلوب بالمثال مثلا، وش كان مطلوب بالمثال اللي شرحته لك انا، زين، ثم بعد كذا حاول تكتب المثال نفسه على ورق حتى انك تحفظه يعني، ثم روح الكمبيوتر سكر الفيديو، سكر كل شيء، وحاول تكتبه من راسك،
هذا شيء مهم جدا، بس عشان تحفظ السنتاكس. السنتاكس دائما يتعب الشخص اللي توه بادي في البرمجة، عشان تحفظ السنتاكس كيف اكتب اللوب، كيف اكتب الري، كيف كذا. رح سوى الحاجة هذه، واذا خلصت ونفذت وتأكد انك فهمت الاثنين هذولي، ابغاك تسوي لي عملية الطباعة للعناصر هنا، او خل اقول لك الشيء التالي. ابغاك تكتب لي برنامج زين يقرأ مجموعة ارقام ثم يطبع لي، يعني مثلا يقرأ لي، خلينا نقول يقرأ لي خمس أرقام، زين يقرأ لي خمس أرقام زي ما سوينا هنا، مضبوط، قرينا خمس أرقام، ثم بعد كذا يطبع لي الأرقام هذولا بالعكس، زين يعني معنى، يعني معنى لو قرأ لي، لو قرأ الأرقام ثلاثة ونص واثنين ونص مثلا، أو اثنين واحد ونص، زين الأرقام اللي عندك هنا ونص وواحد وعشرة فاصلة ثلاثة، قرأ الأرقام هذه أبغاه يطبعها لي بالعكس، يعني يطبع لي عشرة فاصلة ثلاثة زين ونص، ثم يطبع لي واحد ونص، ثم يطبع لي اثنين، ثم يطبع لي ثلاثة ونص. بس بكل بساطة يقرأ لي الأرقام هذه. هذا تمرين مهم جدا حتى أنك تتعود على الأري زين. فإذا المطلوب يعني حتى أعطيك هنت، إذا كنت ما تبغى الهنت وقف الفيديو الآن روح حاول. إذا تبغى هنت يعني يعني بشكل عام كيف فكرة، فإنك لما تكتب، لما تقرأ هذه المصفوفة وتعبي العناصر كل شيء تخزنها في المصفوفة، راح ترجع تطبعها بس بالعكس زين، راح تمشي على العناصر العنصر الأخير ثم اللي قبله ثم اللي قبله ثم اللي قبله ثم اللي قبله وهكذا زين. هذه هي العملية اللي تبغى. إذن راح تغير هنا وراح تغير هنا وراح تغير هنا، أما الجزء هذا تقريبا راح يكون نفسه زين. هذه هنت يعني الجزء من البرنامج، الجزء هذا السطر هذا راح يكون نفسه، لكن راح تغير السطر هذا، راح تغير السطر هذا، او عفوا الجزء هذا من اللوب، الجزء هذا والجزء هذا.